عايزين حاجة تانية. أنا برضو الخبر ده بالنسبة لي خبر زعلني جدا، لأنه مش هو الخبر اللي زعلني، ولكن الأحداث اللي حصلت في مباراة الزمالك والجونة، مين السبب ومش مين السبب؟ أنا مش هتكلم ولن أتطرق لهذا الموضوع، لأنه لو اتكلمت على فلان هيقول لك أصل أنتوا تبعكوا في النادي الأهلي، لو اتكلمت مش عارف إيه، فأنا مش هتكلم على الموضوع ده. ولكن أنا بس بقول إن الناس دي ما اتفرجتش على كأس الأمم الأفريقية ومدى الاحترام المتبادل. بتحصل مناوشات، بالمناسبة مناوشات عادية جدا وفي ثانية بتنتهي، لأنها لعيبة محترفة وملتزمة. عفوا، لعيبة محترفة وملتزمة، في ثانية بتلاقي كل حاجة خلصت، تك تك تك، زق ده زق في ده وخلاص، شكرا. مش مصارعة اللي كنا بنتفرج عليها؟ مصارعة والله العظيم. ثلاثة حاجة تحزن، حاجة الواحد قاعد عمال اغمض عيني وابص الناحيه التانيه، اعمل كده كل شويه، اعمل كده. رجبي واحد ماسك الكوره، انا مش عايز اقوم، بس واحد ماسك الكوره وطخ طخ طخ، كله عمال يشوط. هو يمسك الكوره ليه اساسا؟ سيب الكوره يا عم، سيبها. حاجه غريبه جدا. والحقيقه لما الواحد بيجي يتفرج على الماتشات، واجبك شغلك لازم تقعد تتفرج على الماتشات، يعني بصراحه بيبقى الواحد متضايق. طبعا ماتشات الاهلي حاجه تانية، بتكلم على بقيه الماتشات. ما الواحد بيجي يتفرج على الماتشات، ويتفرج على الماتشات كاس امم افريقيا مثلا، خلوني كاس امم افريقيا حاجه، واللي احنا بنعمله ده حاجه تانية خالص. اتمنى ان شاء الله ان بكره سواء مباراه الاهلي والمقاولين او الزمالك والاسماعيلي ان شاء الله ما يحصلش فيها حاجه، احترام متبادل، واللي يكسب يكسب جوه الملعب. موت نفسك واعمل كل حاجه تخليك تكسب المباراه جوه الملعب، سواء هنا او هنا. لان اللي احنا شفناه في المباراه السابقه دي، مباراه الزمالك والجونه، انا الحقيقه اتضايقت جدا جدا جدا. هي انا حتى بيني وبين نفسي كده، حتى كتبت على تويتر، هي الناس دي ما اتفرجتش على سواء هنا الفريق ده او الفريق ده، بالمناسبه ما راحوش اتفرجوا على كاس الامم، او ما قعدوش كانوا بيتفرجوش على كاس الامم الافريقيه، وايه اللي بيحصل؟ والاحترام والادب والاخلاق والمشادات بتحصل، حصلت في المباراة النهائية، حصلت واحد زق واحد، دخل واقف واحد واقف بينهم، خلاص الموضوع انتهى. مش راجبي واحد ماسك الكورة، والله ماتشات الراجبي ايه؟ ماتش راجبي العظيم ثلاثة، على حين مثلا ان في المباراة النهائية بعد كل الضغط وكل اللي حصل ده، الجزائر عملوا ممر شرفي لمنتخب السنغال. فيا جماعه من فضلكم، للاعيبه لل 22 لعيب اللي هيلعبوا بكره في ماتش الاهلي والمقاولين، وال 22 هيلعبوا في الزمالك والاسماعيلي والاحتياطيين طبعا هنا وهنا، من فضلكم احترموا الناس اللي بتتفرج عليكم. انتوا لعيبه محترمه جدا، كلكم لعيبه محترمه، وما عندناش اي مشكله مع حد، ولكن ان احنا نشوف المناظر دي من فضل حضراتكم، مش عايزين نشوف المناظر دي تاني، خصوصا بعد يعني احنا ايه، نظفنا عنينا الشهر اللي فات ده من حاجات كتيره قوي. خلينا نكمل بقى، خلينا نكمل. طبعا في حاجات تانية بس الواحد مش عارف يتكلم فيها، يعني رجعنا للإخراج، ويعني طيب يعني حاجات يعني صعبة جدا، لكن ماشي. رئيس الكاف